إلى ذلك قال أركان المنطقة العسكرية السادسة قائد جبهة ذنا العميد محمد بن رازية إن أبطال الجيش والمقاومة الشعبية يتمتعون بمعنويات قتالية عالية، متعهدا بالقضاء على المشروع الإمامي الإيراني الخميني. وعندنا الأمل الكبير أن المستقبل سينتهي هذا المشروع الإمامي الخبيث، مشروع إيرلو أو مشروع الخميني في اليمن، فالشعب اليمني لا يمكن أن يقبل هذا المشروع ولا يمكن أن يسيطر على يمننا الحبيب. معركتنا اليوم هي معركة اليمنيين بشكل عام، لا فرق بين هذا وهذا، معركة كل الشرفاء من أبناء اليمن، من القبائل، من الجيش الوطني، من القبائل، من الأحزاب، هي معركة كل الوطنيين والأحرار في اليمن. وأكد العميد محمد بن راسي أركان المنطقة السادسة أن قوات الجيش والمقاومة خاضت معركة عنيفة مع ميليشيا الحوثي في جبهة ذنا، استطاعت خلالها دحر ميليشيا الحوثي من عدة مواقع كانت تسيطر عليها. حدثت معركة يوم أمس وكانت معركة قوية، أو يوم أمس بالليل، قبل أمس بالليل، وكانت معركة قوية ومعركة فاصلة، استطاع أبطالنا، أبطال قواتنا المسلحة، أن يدحروا ميليشيات الحوثي من مواقع كانوا مسيطرين عليها، والحمد لله والشكر لله. نحن اليوم في تلك المواقع التي كانت مهددة أو يهددها الحوثي، فنحن من سيهدد الحوثي مستقبلا ومن سيطرده مستقبلا، وأبطالنا، أبطال جيشنا، جاهزين ومستعدين لذلك بإذن الله تعالى. من جانبه قال قائد مطار حدام الشيخ خالد شطيف إن جبهة الكسارة حطمت مشاريع إيران في مأرب التي فشلت في تحقيق أي تقدم رغم استخدامها كافة أسلحتها ومرتزقتها وخبرائها. جبهة الكسارة هذه الجبهة التي حطمت مشاريع إيران في مأرب وفي اليمن بشكل عام، استخدمت إيران كل أسلحتها ومرتزقتها وخبرائها في هذا الجبهة لكنها فشلت في تحقيق أي تقدم يذكر تجاه مأرب، ومثلما فشلت إن شاء الله في هذه الجبهة ستفشل في كل الجبهات. ومثلما استطاعت مأرب في 2015 منذ بداية انقلاب الحركة الحوثية تعديل شوكة الميزان ورد جماح إيران ورد أطماعها، فإنها ستعدل الكفة هذه الأيام إن شاء الله، وستهزم مشروع إيران وتدفنه إلى جانب أحرار اليمن في كل محافظات اليمن.